الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وسرقة الأراضي الفلسطينية، ما الذي يحدث في بلدة قفقين وكيف تعبرون عن رفضكم لهذه الإجراءات الاحتلالية؟ بداية أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين. صباح الخير. صباح النور. بعيد عن أرض الجدار، يعني خارج أرض الجدار اللي أخذوها، إحنا في عنا مستعمرة حرميش ودوتان، هاي اللي تقع جنب فرسين، خربة فرسين. أجا مستوطن من سنة، حوالي سنة ونص، واستوطن فيها هناك بجنب الأحراش، وأخذ حوالي 50-60 دونم من الأراضي، وجلب مع مواشي، وحاليا بيكون بالاعتداء منع أصحاب الأراضي من قطف زيتونهم بحماية مع قسم من المستوطنين وبحماية قوات من الجيش. والآن كل إنسان بده يتوجه هناك عنده خوف ورعب، وبلحقهم وبمنعهم. أول امبارح احنا طبعا كان عندنا، راح خططنا تكون فعاليه يوم الجمعه ان شاء الله، انه يكون هناك وقفه احتجاجيه وتاديه صلاه الجمعه. فتفاجئنا اول امبارح انهم بيجوا بسكروا جميع الطرقات الزراعيه المؤديه لهذيك المنطقه، وفي عندنا مواطن ساكن هناك هدموا بيته قبل 6-7 اشهر، اعطوه اشعار بمراجعه ارائيل. نعم. ثانية على أساس أنه يخلي الأرض كلياتها. طب سيد سعيد، لماذا هذه الهجمات الشرسة المتكررة وبأشكال مختلفة على بلدة قفين على وجه التحديد؟ قفين هيك الآن بيقوموا ببناء مستعمرة مدينة إسرائيلية على خلف الجدار على أراضي قفين القديمة، مدينة كبيرة جدا جدا جدا. وثاني شيء العلم عند الله، يعني بتعرف هاي مناطق واسعة، وعندنا مستعمرة حرميش ودوتان على ما يبدو عندهم خطط يعني لضم المناطق أو استيطانية، بعرفش يعني بالضبط، أما هي قريبة من المنطقة هنا عندهم، وأرض خالية وما فيش فيها مشاريع. يعني هو الأصل أنه كان هناك مشاريع تخلي الإنسان يتمسك بأرضه أو يسترزق من أرضه، ولكن ظلت كاحلة بدون أي شيء. نعم. طب سيد سعيد، كيف تتم مجابهة مثل هذه القرارات وهذه الهجمات؟ وبالتأكيد يعني ماذا عن تحرك اللجان الشعبية وبالتأكيد أهالي بلدة قفين ضد هذه القرارات؟ لا أخفي عليك الوضع السياسي والاقتصادي للسلطة الآن، يعني في ظل غطرسة المستوطنين وتعنت الجيش الإسرائيلي، وفي ظل الانقسام اللي حاصل بيننا احنا كشعب فلسطيني، كان يعني يجب انه المؤسسات تنفذ وتعمل مشاريع زراعيه، اي شيء يعني تخلي الانسان يعني يثبت بارضه، ولكن للاسف الشديد يعني ما حدا انتبه لها. اما احنا ان شاء الله يعني صامدين هون ورايحين نعمل فعاليه، ورايحين هسه يعني خلص يعني الناس انتفت هسه وراح تتمسك مش راح تفلت بارضها يعني. ونسال الله ان فعاليه يوم الجمعه انه الجميع يشاركنا يعني ويدخل معنا بوقفه احتجاجيه ضد غطرستهم يعني. اذا كل التحية وكل الاحترام لاهالي بلده قفين الصامدين دائما وابدا. شكرا جزيل الشكر لك سيد سعيد هرش رئيس بلديه قفين على هذه المدة.